Y te alabo para que te unas a tu hijo, mi amor. El día lo bendiga. Y todo el día me dice, no, la va bien lista, no me cura. También, más, papá, 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 ¿cómo está? O sea, eso. Le dice, mira, este a mí, dice, ya, ¿por qué no vas a ir? Y yo ya, no, ya, 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 أتى عليه بكر محمد بن عبد السائل أديب وشاعر وشاعر ولد عام 1908 وتوفي عام 2005 ميلاد. له العديد من الدواوين الشعرية منه النزاهة وصححها على سيد النصر وتريد اللغة فهو حتى قامت بي تقيا لعهدي لعاب رزق الجميل وبسعادة وهنا الفكرة العامة مدح الشاعر لأبيه وتعذيبه وفضائله عليه الأفكار الأساسية الفكرة الأولى دعاء الابن لابيه بان يقيه الله من كل النوائب والاحزان. الفكره الثانيه اعزاز الابن من فضائل ابيه عليه. الفكره الثالثه دعاء الابن لابيه بالرحمه. وهكذا اعزائي الذين نكون قد وصلنا الى نهايه الفيديو. واخيرا لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناه. خلاص يا فرقكم كلها جديد والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.